الميز مال تلفزيون تتذكرونه؟ خلينا نشوف لكم اياه. واخيرا شديته، شده شوية كان صعب لانه بيه هواية براغي، بس يسوى، كلش حلو. وبالسبانش نقول perfecto، يعني perfect amazing، فشي كلش حلو. الحلو اللي بيها من يجي ويا هذا الريموت الكنترول، يعني اذا انت من عشاق اللون الاحمر نضغط نحوله الى لون احمر. عندك بنفسجي، برتقالي، اصفر، كل الالوان. الله هذا اللون عجبني، كل الالوان حلوه، بس انا من عشاق اللون الازرق، حتى تقدر تخليه ابيض. هذا جام جوا، ماكو لا كيبلات ولا شيء، شكله كلش حلو. اللي يريد يشتري راح اخلي لكم الرابط مالته بصندوق الوصف من امازون. اليوم راح نحكي على موضوع جدا مهم، من زمان اني ناوي انزل هيجي فيديو بس اجى الوقت المناسب، لانه كل سنه بهيجي الشهر بدايه الثاني لحد الثالث والرابع نقدم على الضرائب. كل شخص ساكن بامريكا اجباري يقدم على الضرائب اذا هو مشتغل، قصدي انه اوبر، ليفت، عندك شركة خاصة تشتغل بولمارت، اي شغل بصورة عامة لازم تقدم على الضرائب نهاية السنة وجانب الشهر. هلا بجعفر. يا اهلا وسهلا. اوه لك شلون تذكرت الحزام اليوم؟ اليوم الرجل، اليوم اليوم رجل جايبه ويا اليوم، اليوم يوم الدعم. اليوم اليوم الموضوع جدا مهم بشار، هو موضوعنا راح نحكي بيه عن التاكسات، الضرائب بصراحه. عن الضرائب، وانا هاي 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 السنه ما عندي اطفال. ليش اللي عنده اطفال انه راح يعني يدفع ضرائب قليله؟ ليش بشار؟ لانه بصوره عامه انه هو مهتم لاطفاله، يشتغل فلوسه رايحه لاطفاله. بس اكو هواي ناس عندهم اطفال هم ينطون للدوله مو يستلمون، او هم ينطون للدوله لانه هم عندهم بزنس. هنا الحكي، شوف هنا الغني والفقير لازم يتحاسب على الضرائب، يعني اجباري. يعني اذا انت عندك مليون دولار ومشغلهم هاي المليون دولار، وعندك 7-11، عندك غاز ستيشن، عندك بيوت، همينا لازم انه انت تتحاسب. الفقير اللي مثله مثل بشار همينا لازم يتحاسب، يعني يشتغل اوبر، حتى لو انت كنت يعني سيلف امبلوي. سيلف امبلوي يعني البزنس مالتك الخاص، لانه تعرفون احنا عقد ويا الشركه بالنسبه لاوبر وليفت. من كنت تشتغل بول مارت كانت الضرائب عباره عن W2، كل ما استلم التشيك مالتي يجيني رقم مقطوع انه منك 150 دولار هاي الضريبه. اما بالنسبه احنا سيلف امبلوي لا، تجينا الفلوس كامله، بس نهايه السنه لازم نتحاسب على الضرائب. نايم صديقنا المكملات الغذائيه والبري ورك اوت، فهيك جاي ناخذ نظره على البري ورك اوت لانه محتاج واحد، وبشاره من محتاج كيدني. شنو كيدني؟ مال يعني تقوي الكلى لو شيء؟ لا مو الاستعمال، انا مو استعمل. اي شو استعمل؟ هرمون. اوكي. ف لازم تاخذ السيفر مال الكليه، اللافر والهارد، هدول كلها لازم تاخذها ما دامك انت تستعمل. على مود ما تاثر على الكليه. اي هلا هي هو مو على مود ما تاثر، على مود توقف يعني الكليه شباب اذا تستخدمون. بس مو مشكله نشوف لك كليه مستعمله من اي باي. انا مبتدئين، هذا للناس المبتدئين. خلينا نشوف لكم اياه. هذا ها 60 دولار. 60 دولار والله حلو. تعرف برا بيش؟ بيش 75 75 فرق 15 دولار هنا. يعني ايش هو غالي؟ يعني هو من برا فرق 15 دولار بس. جود بروتين صدقني، جود بروتين. هذا زيرو شوغر صح؟ لا مو زيرو شجر، بس الفات كلش قليل، كالوري قليل. كان اشوف الكالوري 120 الفات واحد. هذا اللي تشوفونه هذا بيض بس كامل، يعني للشرب هذا تشربه، هذا فروزن. هذا هذا وينك تاخذ لك دبيه وياك بالجيم بدل حلو. هذا اليوم التمرين تفجير الرجل. اليوم اليوم لك مو تفجير، احترقت الرجل حرق. قلت لك بشار ارحمني.
اخر تطورات الجراج تشوفون شلون المكان صار حلو ومرتب، برغم انه اني هواي اشياء يعني استغنيت عنها ما احتاجها. اشتريت صبغ على مود اذا عندي في الضربة او لون اسود مثل هذا بالمستقبل اصبغه، نجيب فرج نفس اللون بالضبط. وهاي القعدة ماتي هنا العصرية، اقعد هذا الكرسي ماتي، عندي سبيكر واكو بعد هواي تحديثات بالمستقبل ممكن اسويها. بعض الولايات ما بها ضرائب مثل ولاية اوريغون اللي كنت اني ساكن بها، يعني تروح تشتري لك سيارة، تروح تشتري اكل، تروح تفول بنزين، معاملات حتى اونلاين، يعني مثلا امازون من تكتب العنوان مالتك انه انت باوريغون يطلع لك زيرو تاكسز. يعني حاليا اي حاجة اشتريها يعني على الامازون اكيد اي باي امازون اونلاين بصورة عامة عليها تاكس. اكو هواي ناس كانوا يجون من ولاية ايداهو مدينة بويزي على المدينة اللي كنت ساكن بيها تبعد ساعة، بس اكو ناس يجون يقول لك ما يخالف اني امشي ساعة ولا ادفع تاكسات هواي، اللي يريد يشتري له يعني مثلا سيارة، اللي يريد يشتري اكل كميات كبيرة، الكترونيات، حاجة ثمينة ممكن لانه ما بيها ضريبة. لانه انا كنت اشتغل بولمارت هناك، ف كنت اشتري كل شيء بدون تاكس. بس هاي مو معناته انه انت نهائيا ما راح تدفع ضرائب، لا راح تبقى تدفع ضريبة العمل الشغل. نهاية السنة نفس الشيء لازم تروح على المحاسب وتتحاسب على الضرائب. اذا تشتغل موظف مثلا بولمارت، انت تشتغل بسيفن الفين، بشركة، دكتور، انت اي شغل كوظيفة، يعني انه اكو شركة انت تابع لها، هذا يعتبر W2 اللي هو يعني راح يستقطعون منك الضرائب ونهاية السنة هم راح تتحاسب. بس اذا كنت تشتغل اوبر، توصيل الاكل، دور داش، اكو هواي اشغال، او كان عندك البزنس مالتك الخاص ببساطة، انت فاتح لك سمول بزنس، بزنس صغير مثل هسه اني عندي بزنس صغير اللي هو على الاونلاين، عندي موقع ابيع من عنده، فادفع ضريبة نهاية السنة. عندي بزنس فيزا كارد، هذا خاص بس للبزنس، بتنزل الديبازت عليه، الدفعات الشهرية، الناس يشترون اي شيء ينزل عليه. نهاية السنة اقدم اوراق انه اني نازل لي مبلغ 20-30 ألف دولار على سبيل المثال، فايش قد الضريبة مالته. هاي هنا يعني ما راح اقدر اجاوبك اني ايش قد انت راح تدفع ضريبة اذا انت خمس اشخاص. فرجاء لحد لي يسألني يقول لي جعفر شنو رأيك، اني عندي خمس اولاد، اني هيك التاكسات مالاتي، اني نفسي ما اعرف. بس انت من تروح على المحاسب مالتك راح يضرب ارقام، اني ما اعرف انه انت ايش قد مطلع، ايش قد مسوي، شنو الوظيفة، ايش قد دافع ضرائب، همينة تعتمد فكم طفل عندك. فهاي كليته يعني المحاسب راح يحسب لك اياه ويقول لك ايش قد راح تدفع انت. فاني ما راح اعرف انه انت ايش قد، اني نفسي ما اعرف ايش قد ادفع يعني. ف وعندي همينة مال اوبر ومال ليفت، دول اثنيناتهم. زين شلون تجيك الورقه مال الضرائب؟ يعني اذا انت كنت شغال مثلا في 7-Eleven او بول مارت، اكيد انه انت راح تعرف يعني من الهايرنج اوفيس، من الاوفيس او المكتب مال التشغيل انه جت الاوراق. راح تلقى العمال كلها تحكي بيا استلمت الاوراق، او مرات بالميتنج بول مارت كانوا يجيبون لنا اياهم، جعفر هاي الورقه مالتك مال الضرائب وصلت. هاي اذا ما اني كنت انتظرها توصل لي ايام قبل. هسه اني لا الحمد لله يعني ما انتظرها توصل، شو وقت ما اريد اسوي اسوي. ليش؟ لانه قبل انا كنت من الطبق الداون كلش، يعني انه كنت بس اريدها تجيني على مود اقدم، على مود ترجع لي فلوس اللي هي 8,000-10,000 دولار، يعني اوفي بيها ديوني. وهاي هسه يعني انا ما اقول لكم انه انا صرت ثري ولا اني اللي بعدني فقير، بس انا هسه اعتبر نفسي من المتوسط، الناس المتوسطين. يعني أنا أدفع ضرائب، أدي أكثر من وظيفة، 3 وظائف أدي، فأدي مال الأوبر والليفت، وعندي البزنس مالتي، وعندي مال هوم سيلر، أنا أبيع من البيت. يعني شايفي مرات ناس يجون هاي همين أدفع عليه 600 دولار كل سنة من أروح أتحاسب على الضرائب، أقولهم إنه هذا عندي بزنس. هاي صارن
4 وعندي مال اليوتيوب. اكيد اليوتيوب همينه بضرائب، يعني تجي ارباح، اذا تجتك ارباح هواي اكيد لازم تتحاسب، اكثر من $600 لازم تتحاسب. بالمناسبه نسيت اذكر شغله، اكثر من $600 لازم تتحاسب على الضريبه، يعني دارك تجيك. اما اذا انت كنت تشتغل اوبر او ليفت، بعدين انا راح اشوفكم شلون راح نقدم على الضرائب، يعني بس اساسا ما جاهز يعني مو يم الكمبيوتر. وبنفس الوقت راح نقدم، وبهذا الفيديو راح نقدم على الضرائب. اكو هوايه بعد، اكو اشياء راح نحكي بيها، بس انا ما اريد الفيديو يصير طويل، بس كل الكلام اللي جاي اشرح لكم اياه هو بفائده. لذلك انه احب اقول لكم انه الفيديو راح يصير ساعتين. لا شقة وياكم ما اعرف، بس عندي هوايه معلومات، 10 سنوات بامريكا، اشتغلت اكثر من شغله، واحب اشارككم تجربتي. That's all. خلي ناخذ مي، هذا الواحد يطلع تقريبا $4 ب40 بطل. المتجر فارغ، شوفوا وين هالناس. اشتريته من هذا السمك وعنب افوكادو وكرز. هذا المي اللي اشتريته اليوم نفس سعر الاسواق بال 7-11، 2 ب4.5 وهنا 2 ب4.5. بعد وقت، حاليا الساعة بال7:30 واليوم سبت، ما علينا، خلينا نشتري انرجي درينك، ناخذ 2 من هذا. هذا برنامج كلش حلو موجود على نتفليكس عن تلسكوب من التسعينات قرروا انه ينشئونه، بلغهم $9 billion. مهمة جدا جدا صعبة ومعقدة. اللي يسأل على اسمه هو هذا اسمه، انصحكم تشوفونه كلش حلو. صعدوا للتلسكوب بالطيارة. وين جابوا؟ الكاليفورنيا. واو، هاي شنو؟ تلسكوب ويب الفضائي. حتى الرئيس الامريكي جو بايدن بال 2021 طلع بث مباشر وشافوا الصورة مال 13 مليار سنة قدامهم، يعني تخيلوا 13 مليار سنة فاتت ما شافوها قدامهم. هذا حجم الكون طبعا. هاي اول صورة. واو، بشار صارت عنده فلوس راح يشتري، راح يصرف. والله وينه جاير على حالي اصرف لي $30 حق بروتين. صابيبي جبي الايسو 100 و1000 مبروك الاخونا بشار، اشترى بروتين واخيرا بعد يعني عده محاولات فاشله. بيتي عندي غساله مال صحون، هاي اول مرة اشغلها، بس شغلتها وشوفوا اللي صار. المي وقع، ما اعرف ليش نزل منها. لا، هاي ليش ينزل منها؟ شوف المي، نجيب وصل على السريع. خلنا طفيها الغسالة، هياتها الغسالة. ستوب 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 كانسل. افتحها واذا وقفها ما قدرت تطلع تشتغل، لانه ما اعرف شنو السالفة مالتها، ليش دا ينزل المي من هنا؟ كمان للاسف هذا اللي صار. المشكلة وين؟ ما افتهمت ليش دا ينزل المي من هنا؟ من هذا المكان دا ينزل مي، شنو ليش؟ يعني بيشي مكسور عاطل. دا تسمعون امونجاز يريد يطلع؟ لطالما اني خارج البيت ما اخلي بالبيت، يعني يطلع برا، اخلي بالغرفة. هاي الغرفة مال نورمين، عنده اكل ومكانه نظيف وكل شيء موجود جوا. يجي يفتح البوري مرات، يعني هذا البوري مال المي بحساس، يفتحه يوقف يمه ويظل يشرب جوا وينزل بالمي ويلعب ويهوس. هل ممكن اتمرن كل يوم مرتين؟ خلنا اسوي لك بلوك. يا اخي ضحكني والله، خلني اسوي لك بلوك. شباب
دقدر اسوي اكل. وخابرتني اختي قالت لي اليوم انت معزوم يمن، مسوين قوزي ومسوين اكل. قبل شهرين راجعت الدكتورة مال بشرة على مود وجهي، قلت لها دكتورة يعني وجهي احسه يعني عندي سواد تحت العين، عندي مشاكل بالبشرة، جفاف. فاول سؤال الها قالت لي انه انت تستخدم واقي مال الشمس من تطلع برا؟ فاكيد لا. قلت لها لا. قالت لي لازم تستخدم، لا تطلع برا اذا ما تستخدم واقي مال الشمس حتى لو الدنيا مغيمة. تعرفون شغلة، حتى اكو ناس يعني هم داخل البيت، بيته هو يعني ما عنده اي اكتيفيتي، ما يطلع برا ويخلي واقي مال الشمس. لهاي الدرجة الواقي مال الشمس جدا مهم. هاي المنطقة اللي بيت اختي سكنوا بها كلش حلوة، وهذا هاي البيوت هيجي، هذا طابق ارض يكون بيت يعني معزول. والله حلوة المنطقة، والحلو بيها انه يعني اكو مكان للسيارة. شوف بس انا خليت السيارة هنا، وهاي كليتها تقدر تخلي سيارتك بهاي المكانات. واكو بعد مكانات اللي هي هاي على اليمين وعلى اليسار، فما راح تحير بسيارتك وين تخليها، تخلي سيارتك هنا وتتمشى تدخل للبيت. وخلي يروح لانه طقني الجوع. كل شخص عنده حديقة مثل هاي قدامه. ها انا بالباب بس ما اعرف فيها هي شقتكم. ما هسه راح اطلع لك. يلا اوكي يلا صعدوا وديهم للبيت. باكر مدارس بوبو بعد لسه اسوي هيجي. اسوي شنو؟ يعني صار لك يوم وانا انت يم بيبي اشتاقيت لك. اني هم اي يوم لعبان ياك فورتنايت. زين اليوم ما طلب من عندي اخذ صورة، خلينا نشوف اذا راح تجينا رحلة. خلي اطلع منها تحت الجراج. هذا اول طلب 2.5 مايلز، خلي نقبل استفتاح هذا. تعال داني تعال. Hello. How are you? Doing good. How are you? Doing good. Yeah, you're welcome. أنا حالياً نفس المدينة مالتي، يعني قريب على بيتي، بس هاي المدينة كلش حلوة طبيعتها. سجلتنا أول 4 دولارات و 4 سنت. أوكي looks good. عايشين السيارات. نشوف هذا الشارع يطلع لو لا. نشرب مي على كيفنا، ما مستعجلين، نبقى بنفس المدينة نشتغل لحد ما يجينا طلب زين. اوكي هذا ستوب ساين. بنفس الوقت يعني نستمتع بالمدينة هاي الجميلة. شوف الجبال اللي قدامي. الله. اغلب الناس بامريكا ياخذون يوم الاحد عطلة، تشوفون شلون الشوارع فارغة، يعني هذا يعتبر الريلاكس داي، يعني ما يسوون بي شي، بس يعني ويا الاولاد يطلعون المكانات، يروحون المطعم مثلا. اوكي هذا حلو هذا الطلب. ليش؟ لانه راح يوديني للداون تاون وقريب عليه، يعني دقيقة واحدة 0.5 مايلز، اقل من ميل. اوكي هيا توصلنا له تقريبا، يعني حلو حلو هذا. يعني اليوم شوارع فارغة احد. هذا ساكن بهذا المجمع هذا الشخص. اوه هياتها البنية، هياتها قدامي. بس ليش جيتي من هنا؟ طبعا الموقع من هنا، يعني ما اعرف ايش من الجهة الثانية. خل تصعد. Hello. Hello, how are you doing? Down here is a dead end. Oh, I can't go that way? Okay. No, you'd have to go back up through this way. So oh, okay, it's okay. Slow it down, slow it down. It's gonna be a long night. Put that dress down. Draw me in your mind. Slow it down. Girl, slow it down. It's gonna be a long night. Put that dress down. Draw me in your mind. Slow it down.
slow it down, slow it down now. Slow it down, gotta slow it down. It's gonna be a long night. Won't let it slide with you tonight. It's been a while, let's get right. Right here's fine? Yeah, right here's fine. Thank you so much. You're welcome. Have a good night. Have a good night. You too. أنا هسه حاليا بوسط مدينة سان دييغو بالداون تاون وقدامي البحر مثل ما تشوفون. هذا الطلب الثاني وصلناه جانا من عنده 14 دولار و 36 سنت خلال نص ساعة. من تكون بالداون تاون وسط المدينة يعني لازم تاخذ لك رحلة زينة مرتبة. ليش؟ لأنه داون تاون وسط المدينة أكيد يعني بيه هواي ناس هواي طلبات، يعني ما يحتاج تقبل 3 دولارات ودولارين ونص. تنتظر تجيك رحلة زينة تعوضك الرحلات هاي القليلة. Thank you. هلي نصعد نروح ناكل نشرب نغير البطارية مال الكاميرا ما بيها شحن. بوبو هسه أنا ألعب أوكي؟ شو جبت بوبو؟ فيكتور رويال. فيكتور رويال؟ يعني فزت؟ إيه. يعني وان نمبر وان. عندي 3 وينز. عندك 3 وينز. زين انا اليوم ما راح العب بهذا الجهاز الصغير، راح العب بالكمبيوتر. يا جيب التيم مالتك وتعال. الفيديو اللي نشرته قبل يومين عبر المليون مشاهده على التيك توك، وهسه جاهز لنشر الفيديو الثاني على التيك توك من سوق الاحد. وناكل بنفس الوقت. عندي هاي الطابعه صار لي فتره طويله ما مستخدمها، بس هي طابعه اصليه ورهيبه اللي هي ايبسون، وهذا الموديل مالتها ET2720. عندنا هاي الاوراق بعد ما مستخدمهم هم نجدد. خلينا نفتحها ونشوف اذا راح تشتغل ويانا. الكيبل مالتها ما اعرف بيه وين، ما لقيته مال الكهرباء اللي يقعد هنا. ننزل بالجراج نجيب لنا واحد. عندي هذا واحد مال الشاحنة مال الدراجة الكهربائية، خلينا نستخدمه مؤقت. جهزنا الطابعة صارت جاهزة. اول شي راح اخذ تاكسات اوبر. شوفون هسه انا فاتح اوبر، هاي سكرين ريكورد. نروح على هاي الثلاث اشرح اللي على اليسار، نضغط عليها، نروح على الاكاونت، بعدين نروح على تاكس انفو، بعدين نروح على بالنص اللي هي تاكس سيمريز. نروح على 23، اكو مانث واكو يير، تريد مال شهر تريد مال سنة. احنا نروح على مال سنة واللي هو الانوال اللي هو على اليسار، اصلا هو مختارين اياه. نضغط على التاكس 23. اوكي طلعت ويانا هاي المعلومات مالتي قد مشتغل، هي هاي اللي راح نحتاجها. فهاي شو نسوي لها؟ نسوي لها داونلود. تقدر تستخدم التليفون عادي، وتقدر تستخدمه الكمبيوتر اذا عندك كمبيوتر، تابلت، ايفون، اندرويد. طبعا هنا انا راح نختار برنت، تمام، لانه اريد اطبعهن اني الاوراق. نو برينتر سيلكتد، ننطي سيلكت ذس برينتر. اوكي برنت. هسه المفروض يعني تشتغل الطابعه. اوكي ستارت كليننج. اوكي هيك، وهسه جاي يسوي تنظيف. ننطي برنت مره ثانيه. اي هسه تمام، هسه تمام. شوف شلون واضح البرنتر طلبت مني تحديث. بس اريد اسوي موعد ويا ادوارد على مود التاكسات مالاتي. تمام. بس فايل واحد لو كم فايل عندك؟ أنا هاي ثاني مرة أسوي يمكم. بس أنت مو؟ بس أنا بوحدي. إيه. زين عندي موعد باكر انفتح الساعة 4. باكر الساعة 4، أوكي أقدر آخذه؟ يا. أوكي. اسم بلد أحمد؟ جعفر رحيم. أوكي زين حصلنا موعد باكر ودزوا لي كونفرميشن. باكر عندك موعد الساعة بالأربعة. Thank you.
بوبو صديقي. بوبو شلونك؟ زين. شلون المدرسة اليوم؟ زين. زين لو مو زين؟ مو زين. ليش مو زين؟ ما أحب المدرسة. المدرسة طالع علي. أنا ما أحب المدرسة. جينا الوالمارت لأنه ميمي عندها شغلة لازم تريد تشتريها منا أنا ضرورية يعني. هذا الفيديو شوية متعب لأنه بي سكرين ريكورد تسجيل مال الشاشة. فلازم يعني اختار الاماكن مال الشاشه التسجيل واخليه ويا الفيديو فراح ياخذ من عندي وقت. صار 3 ايام اني ما منزل فيديو. جاي احاول اخلص هذا الفيديو على مود يعني مو باكر عقب باكر يكون جاهز. يا شباب هذا خرافي هذا رهيب طعمه طعمه طيب. وقبل شويه كان مالي خلق اسوي اديتنج لانه الباحث كان السهران يعني ووديت الاولاد للمدرسه وحتى الصبح يعني ما نمت زين بس من شربت لها والله يعني جتني طاقه. فهسه جاي نسوي مونتاج فيديو. اهم شغلتين لازم تهتم بيهم من تنزل محتوى هو الصوت والصوره. واني الحمد لله والشكر يعني استخدم احدث التكنولوجي اللي موجوده حاليا واغلى شيء جاي استخدمه حتى اطلع لكم صوت وصوره وكواليتي حلو. بالنسبه للكاميرا قبل شوي كنت اشرح عليها على التيك توك. شوفكم شغله هاي جو برو هيرو 11 تشوفوها هاي 11 هاي ما جاي استخدمها باعتبار بالنسبه لي صارت قديمه. تخيلوا قديمه لانه عندي 12 اللي موجوده بالسياره لانه كنت اصور بالسياره مال توصيل الركاب. فيعني اهم شيء اهم شيء اهم انا لازم اللي يقدم المحتوى اللي هو المتحكي. المتحكي هاي ابوي يقول انت بطل الفيلم انت اللي جاي تحكي وتمنتج وتصور وفعلا انا يعني كل الادوار اقوم بها. فالحمد لله والشكر احنا وصلنا لهذا المستوى المتطور جدا. ويعني السنه اللي فاتت كانت سنة كلش حلوة وهاي السنة اريد اطور بعد من المحتوى. وصدقوني صدقوني اني كل ما تنزل شغلة جديدة اروح اشتريها ما يهمني ايش قد سعرها لانه دا طلع يعني الفلوس مالتها من ارباح اليوتيوب. يعني معظم الارباح مال اليوتيوب هي تروح على المحتوى على الكمبيوتر على المعالجات. وعندي كمبيوتر ثاني همين اللي هو هذا جاي ابني بي بالمستقبل اسوي يعني لانه مرات اشتغل على كمبيوتر. يعني صدقوني يعني اليوم احتاج ادوبي 2 برنامجين ادوبي واحد لهذا الكمبيوتر وواحد لهذا على مود انزل على تيك توك يعني فيديوهات قصيره شورتس. بس للاسف ما كان عندي بس هذا فاضطريت يعني انه اسد البرنامج واغلقه وسبب لي بعض المشاكل حقيقه. هذا كرسي البوبو لانه خطيه بوبو يقعد هناك يريد يقعد قريب على التلفزيون. فهذا الكرسي لك حبيبي تعال اقعد هنا خلينا نشوف دي تقعد بالقاع ما اريدك تقعد بالقاع. يلا اقعد اي هيجي وتلعب اي هسه تمام ها بوبو اي زين. كنت بقد بوبو ابوي جاب لي اتاري صغير همينه وبوقتها استمرت بلاي ستيشن 1 همينه كنت اخلي وقت عليه. يعني كل من هوايته اقول يجوز بالمستقبل بوبو يصير ستريمر جيمر يوتيوبر.